تكون إخبارية جديدة تأتيكم من أونلاين. وأهلا بكم. أهلا بكم وإلى تفاصيل هذه الجولة ومع الملف الفلسطيني يبدأ معكم. استشهد فلسطينيان أحدهما صحفي متأثرين بجراحهما التي أصيب بها أمس خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في قطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء في 24 ساعة الماضية إلى 10 شهداء فيما أصيب أكثر من 1300 آخرين من بينهم حالات حرجة. وقد كانت قوات الاحتلال استخدمت الرصاص الحي والمطاط لقمع مسيرات الجمعة الثانية من ذكرى الأرض السلمية التي من المرتقب أن تستمر حتى ذكرى النكبة بمنتصف مايو المقبل. قافلة جديدة من الشهداء والمصابين انضموا إلى المسيرة الطويلة من المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال العقود الماضية. ففي الجمعة الثانية من مسيرة العودة إلى الوطن الفلسطيني اندلعت مواجهات بين مئات المتظاهرين الفلسطينيين الذين أشعلوا إطارات السيارات والجيش الإسرائيلي الذي أطلق الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع قرب الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة، ما أسفر عن ارتقاء شهداء جدد وسقوط مصابين. وسط الهتافات الحماسية لم يبالي الفلسطينيون العزل بمجنزرات الاحتلال وقوات العسكرية الغاشمة، وواصلوا مسيرتهم التي تطالب بحق العودة إلى ديارهم، وزحفوا على الحدود مع الاحتلال تزيدهم الدماء التي تتساقط منهم إصرارا على مواصلة الطريق حتى نهايته لاقتلاع حدود الاحتلال. لا نتنازل عن حق ثابت واحد، ثابت الثاني الأرض. هنا لا أحد يتحدث عن حدود 67، هنا لا أحد يتحدث إلا عن فلسطين، كل فلسطين. الثابت الثالث هو المقدسات، القدس والمساجد والكنائس، أرضنا لا نتنازل عنها. الحركة الاحتجاجية التي بدأها الفلسطينيون في يوم الأرض تحت عنوان مسيرة العودة من المقرر أن تستمر لمدة 6 أسابيع، حيث يفترض أن تنتهي في ذكرى النكبة، رغم ما واجهته من عنف غير مبرر من قوى الاحتلال، وهو الذي لم تشهده الأراضي الفلسطينية منذ حرب 2014. الاحتجاج الفلسطيني شارك فيه آلاف الفلسطينيين أطفالا ونساء، وتركز في 5 نقاط على طول الحدود بين غزة وإسرائيل التي نصبت فيها خيام منذ الأسبوع الماضي، إلا أن الاحتجاج السلمي قوبل بإطلاق الاحتلال الرصاص الحي على المحتجين وسط صمت دولي وصل لحد التواطؤ من قبل الولايات المتحدة التي تركت الجلاد الإسرائيلي ونددت بتصرفات الضحية الفلسطينية عبر تصريحات الموفد الرئاسي الأمريكي إلى الشرق الأوسط جايسون غرينبلات. العودة إلى الوطن الفلسطيني حلم يراه العالم بعيداً ويراه الفلسطينيون قريبا، فلمن ستكون الغلبة؟ منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إدخال إطارات السيارات إلى قطاع غزة، وقال رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق إدخال البضائع إلى قطاع غزة رائد فتوح إن سلطات الاحتلال أبلغت اللجنة بوقف التنسيق ل4 شاحنات محملة بالإطارات المطاطية لتجار في غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجارية، والتي كان مقررا إدخالها غدا الأحد. ويأتي القرار عقب إحراق آلاف الفلسطينيين لإطارات مطاطية أثناء مشاركتهم أمس في مسيرات العودة الكبرى بقطاع غزة. هذا وقد عرقلت الولايات المتحدة الأمريكية مجددا إصدار بيان من مجلس الأمن الدولي بشأن الأحداث في غزة للمرة الثانية خلال أسبوع، وقد اعترضت واشنطن على طلب الكويت دعوة مجلس الأمن لإصدار بيان يدعو إلى إجراء تحقيق مستقل في انتهاكات الاحتلال الراهنة. من جانبه أدان السفير منصور العتيبي مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من أعمال قتل بحق المتظاهرين الفلسطينيين السلميين، مطالبا بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين. إننا ندين بأشد العبارات قتل وجرح الفلسطينيين الذين يحتجون على حقوقهم المشروعة من قبل القوات الإسرائيلية. مرة أخرى نكرر دعوة الأمين العام للحاجة إلى تحقيق مستقل وشفاف في هذه الحوادث، كما نؤكد أهمية توفير الحماية الدولية للفلسطينيين.
في جانبها دان أمين السر لجنة التنفيذية منظمة التحرير الفلسطينية صائب عراقات ما سماها بحملة تحرير تقودها واشنطن للدفاع عن إسرائيل. اتهم عراقات في بيان الولايات المتحدة بخرق القانون الدولي والإنساني من خلال التستر على جرائم الاحتلال على حساب الفلسطينيين، مؤكدا أن الحل الوحيد لمعالجة المشاكل الإنسانية في قطاع غزة يتمثل في رفع الحصار وإنهاء الاحتلال. يأتي هذا فيما طالبت الرئاسة الفلسطينية مندوبيها في الأمم المتحدة وفي الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي بالتحرك الفوري مع الأطراف الدولية للعمل على وقف الانتهاكات الإسرائيلية وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين. فيما له صلة بالشأن السوري، حيث قتل 8 أشخاص في غارات جوية على مدينة دوما بالغوطة الشرقية. هذا وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية إن 6 مدنيين قتلوا وأصيب العشرات إثر قصف للفصائل المسلحة على العاصمة دمشق ومحيطها، لافتة إلى قيام وحدات من الجيش بتنفيذ ضربات مركزة ضد مواقع المسلحين في مدينة دوما ردا على استهدافهم الأحياء السكنية بدمشق. استقبل رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وذلك على هامش مؤتمر دعم الاقتصاد اللبناني الذي عقد في باريس. وخلال اللقاء أعرب محلب عن استعداد مصر لنقل خبراتها وتجربتها الفريدة في مجال البنية التحتية والمشروعات القومية المختلفة للبنان. من جانبه أعرب رئيس الوزراء اللبناني عن تقديره واعتزازه بمصر وبالدعم الذي يلقاه من الحكومة المصرية. هذا وقد اختتمت بالعاصمة الفرنسية باريس فعاليات مؤتمر سيدر الدولي لدعم التنمية في لبنان. وقد أكد وزير المالية اللبناني علي خليل حصول بلاده على تعهدات تقدر ب10 مليارات دولار في صورة قروض ومنح خلال هذا المؤتمر. بمشاركة 51 دولة ومنظمة دولية، اختتمت في العاصمة الفرنسية باريس فعاليات مؤتمر سيدر الدولي لدعم التنمية في لبنان، وذلك قبل شهر من الانتخابات التشريعية في بيروت. المؤتمر ينعقد في وقت يعيش فيه لبنان هاجس الوقوع في أزمات اقتصادية ومالية، يضاف إلى ذلك النزاع في سوريا وتدفق حوالي 1 مليون لاجئ سوري إلى بيروت، الأمر الذي كانت له عواقبه الوخيمة على الاقتصاد اللبناني. لبنان لن يتمكن من النجاح بمفرده، وهو بحاجة لدعم من المجتمع الدولي، مما يعطي الأمل لكي نتمكن من تحقيق الرؤية الموضوعة من قبل الحكومة. لبنان بلد صغير يواجه تحديات هائلة، وتتفاقم هذه التحديات بسبب الحرب السورية وأزمة النازحين. تعهدات بمنح وهبات خلال المؤتمر تجاوزت قيمتها 10 مليارات دولار كانت من نصيب الحكومة اللبنانية التي تسعى للحصول على دعم دولي لبرنامج استثمار الرأسمالي من أجل تعزيز اقتصادها. ولأن كل ما يمس هذا البلد يمسنا بشكل أو بآخر، فرنسا ستعلن عن مسعى كبير لتقديم 400 مليون يورو في هيئة قروض ميسرة و150 مليون يورو على هيئة منح، بما يتلائم مع تطلعاتها بالنسبة للبنان. ونؤكد أن لبنان بحاجة لاستثمارات مهمة لإعادة بناء البنى التحتية. التعهدات تشمل أيضا قروضا ب4 مليارات دولار من البنك الدولي وقروضا من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بقيمة 1.350 مليار دولار، وكذلك تجديد خط ائتمان جرى تقديمه سابقا من السعودية بقيمة 1 مليار دولار. في مقابل تلك التعهدات يريد المانحون من لبنان التزاما بإصلاحات طال انتظارها. من خلال هذا الاجتماع الاستثنائي سمحتم بإجراء تقدم مهم سمح بتعهدات عامة وخاصة لمتابعة لبنان في مسيرته، وهذا الاجتماع سيمثل إشارة قوية تجاه الشعب اللبناني. الحكومة اللبنانية التزمت بالإصلاحات، وعلى لبنان مواصلتها بعد الانتخابات النيابية، وهذا ما سيسمح للبنان بالنجاح في المستقبل. مراقبون يرون أن الدعم الدولي لبيروت بمثابة بارقة أمل ستمكنه من تنفيذ رؤيته نحو بناء اقتصاده وخلق المزيد من فرص العمل، كما أنه يعد مؤشرا على اهتمام المجتمع الدولي بالأوضاع اللبنانية وتحديدا استمرار الاستقرار المالي والاقتصادي. وفي الملف السوري، قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس إن بلاده تجري مشاورات مع الأكراد في سوريا لتسوية القضايا المتعلقة بدعم واشنطن لهم بعد انسحابها من هناك.
هذا وأكد البيت الأبيض أن المهمة العسكرية الأمريكية في سوريا لن تنتهي إلا بالقضاء على تنظيم داعش الإرهابية، مضيفا أن تلك الخطوة قد شارفت على الانتهاء دون تحديد موعد انسحاب القوات الأمريكية. وأضاف أن القوات الأمريكية تعمل حاليا على نقل المسؤوليات التي تتولاها إلى القوات الكردية التي ستواصل الولايات المتحدة تدريبها لضمان عدم عودة التنظيم الإرهابي مجددا. في الملف اليمني، حيث كثفت مقاتلات التحالف العربي مغاراتها الجوية على مواقع المتمردين الحوثيين في محافظة صعد والساحل الغربي للبلاد، وقد استهدفت مقاتلات التحالف مواقع أخرى في محافظة عمران الحدودية، وأسفل ذلك عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المسلحين مع تدمير آليات ومعدات عسكرية. تتزامن الغارات الجوية مع معارك مستمرة في محافظة البيضاء ما بين المتمردين الحوثيين والقوات الشرعية ما أوقع قتلى وجرحى. تقدمت وزارة الصحة اليمنية بالشكر للحكومة المصرية بعد تسلمها الشحنة الأولى من قافلة المساعدات الطبية بناء على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار الدعم الإنساني لليمن. وتحوي الشحنة المصرية التي يتم توزيعها عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على المستشفيات أكثر من 7 أطنان من اللقاحات والأمصال النوعية من ضمن 15 طن. وفي سياق آخر، قال فريق اليمن الدولي للسلام إن جماعة الحوثي أنشأت كيان أطلق عليه اسم الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث بهدف الاستيلاء على المساعدات والإغاثات الإنسانية المخصصة للمدنيين وتحويلها إلى معسكرات ومناطق الاشتباك العسكرية، محذرا في الوقت نفسه من التعامل مع مثل هذه الكيانات. ولمزيد من تسليط ضوء أكثر حول الملف اليمني والمساعدات الإنسانية، معنا عبر الهاتف الآن من اليمن السيد جمال بالفقيه، مستشار بوزارة الإدارة المحلية ومنسق عام اللجنة العليا للإغاثة باليمن. مرحبا بك سيد جمال. يعني الحديث عن الأزمة اليمنية التي أصبحت بين سندان الحرب من جهة ومطرقة الحالة الإنسانية المتردية والحالة الصحية وكذلك الحالة الغذائية، هناك مساعدات بالطبع سيد جمال تقدم من العديد من الدول، وهناك جمهورية مصر العربية تقدمت بالمساعدات الإنسانية لليمن. يعني هذه المساعدات شملت مساعدات غذائية وأيضا مساعدات أخرى طبية. ما هي يعني السلع أو المساعدات الأكثر إلحاحا التي يحتاجها اليمنيون في هذا التوقيت تحديدا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا عندما نحن نتكلم على الوضع الإنساني بشكل عام باليمن والمساعدات التي تأتي من أشقائنا سواء كان من التحالف العربي أو من أشقائنا في جمهورية مصر العربية، ومن خلالكم نشكر الشعب المصري بما قدمه من تعاون شديد سواء كان في وجوده في التحالف العربي. فالعلاقة المصرية اليمنية فهي دمجت بالدم قبل أن تدمي بهذه المساعدات، والمساعدات الأخيرة التي أرسلت عن طريق مركز سلمان فهي مساعدات نوعية بشكل كامل، وهي بحاجة كبيرة في خاصة في ظرف الحرب الموجود والأمراض المنتشرة. فطبعا فهذه المساعدات ستعمل نقلة نوعية في تخفيف من أمراض الصيف القادم وفي الأمراض الكوليرا وأمراض التي نتيجة الحرب الظالمة. أما عن المساعدات الإنسانية بشكل عام الأخير وكذلك الاجتماع الذي تم في التحالف في قيادة المملكة العربية السعودية ملك سلمان والذي تم بدفع مبلغ مليار دولار للمساعدات الإنسانية، وكذلك ليس مساعدات إنسانية فقط، وكذلك لإعادة التنمية المحلية، وكذلك لدعم الميناء الذي هو من خلال هذه المساعدات الذي ستنهض بعمل الإنساني وزيادة العمل الإغاثي وزيادة البواخر التجارية. نعم. من خلال خطة العمل القادمة إن شاء الله في 2018 ستشهد إن شاء الله اليمن بتخفيف كثير بوقوف أشقائنا سواء كان في جمهورية مصر العربية
وأوفي دول التحالف للتخفيف من معاناة الشعب اليمني. يعني أفهم من حديثك سيد جمال بأنه لم يكن هناك أي معوقات لوصول هذه المساعدات الإنسانية، ولكن على الجانب الآخر دائما ما يأتي الحوثيون ويعكرون صفو يعني هذه المساعدات الإنسانية سواء في السابق أو ما يقومون به الآن على سبيل المثال إنشاء ما يسمى بالهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية مواجهة الكوارث، وذلك بغية سرقة هذه المساعدات الإنسانية والانقضاض عليها وتحويلها لمعسكرات ومناطق للاشتباك العسكري. كيف يتم التعامل مع هذه التصرفات من قبل الحوثيين؟ للأسف الشديد نحن دائما نتحدث عن الانتحاكات التي تنتحكتها وتعترض الغاثة بالنسبة للمناطق التي تعطيتها الحوثيين، والذي الآن توجد فيها أكثر مجاعة في المناطق الموجودة، وكنا نعول من المنظمات الدولية أن لا تكون تسكت على هذه التصرفات الموجودة، لكن بحكم وجودها مكاتبها في صنعاء وعدم نقلها للعاصمة الاقتصادية عدن يحدث كثير بالتوجيه بما تريد الحوثيين ولم يطلقوا أي إدانة. في خلال الفترة الماضية خلال الأسبوع الماضي حاولوا إطلاق صاروخ، ولكن فشل هذا إطلاق الصاروخ وأدى إلى إحراق حوالي 7000 طن من برنامج الغذاء العالمي، ولحد اليوم لن نسمع أي إدانة أو أي استهداف أو حتى يعني تحقيق محايد يعطي ما هو المتسبب في ذلك. كذلك استهداف السفن في البحر الأحمر، كذلك استخدام مين الحديدة الذي هو الآن التحالف سمح بدخول مواد غذائية ومواد تجارية فلم يستخدم الأمور العسكرية. ولهذا نحن في خلال الفترة القادمة عند فتح 17 معبر ومن ضمنها مينا جيزان، فتوجد نحن كذلك عمل إنساني في 2018 وهو عملنا مبدأ لا مركزية في الإغاثة، وحددنا 5 مراكز إغاثية جغرافيا توصل الإغاثة إلى الشعب اليمني في حتى في المناطق اللي تحت سيطرة الحوثي، دور المرور بالمناطق اللي هي أكثر أمنا عن طريق منظمات المكتب المدني وشركة اللجنة العليا للإغاثة في إيصال المساعدات. لكن إصرارهم أن تمر المساعدات عن طريق مينا الحديدة الذي لا يصبح من حديدة إلا للأمور العسكرية، واستخدام الإغاثة لعملية لعمل المجهود الحربي، هذا يسبب يعني زيادة معاناة المواطنين وعدم إيصال المساعدات إلى مستحقيها، وتحدث المجاعات ونحن نحاول نصل إليهم. ولكن الشكل الآن أصبح منظما بشكل أو بآخر سيد جمال لإيصال هذه المساعدات الإنسانية إلى المدنيين اليمنيين. يعني أخيرا أستاذ جمال، الحديث عن المساعدات الأخيرة التي قدمت من جمهورية مصر العربية أو من باقي الدول الأخرى المعنية بالشأن اليمني، تكفي لأي مدة؟ يعني هل هناك مدة محددة سواء للأمصال الطبية والمساعدات الطبية وكذلك أيضا المواد الغذائية الأساسية؟ طبعا احنا بالنسبه للتحالف العربي ومركز الملك سلمان والفئه الاحمر الاماراتي هو دائما باستمرار هم دائما موجودين بوجود مكاتبهم داخل العاصمه الاقتصاديه عدن، هي تكون قريبين من الواقع ومن حدث، فاي احتياج كبير فيتدخلوا عليه مباشره سواء عن طريق المركز سلمان او عن طريق الامارات العربيه المتحده. في الفتره الاخيره يعني طبعا بالنسبه للامصال التي وصلت من مصر فهنا احنا بشد الحاجه في اللحظه الان حاضر، خاصه مع وجود الامراض فوجودها طبعا هي يعني امصال نوعيه ستساعد كثير لفتره معينه الى ان تاتي بعض الاغاثات التي موجود. يعني عندما نتحدث نحن عن الكوليرا في السنه الماضيه سلم حوالي 70 مليون دولار لمنظمه الصحه العالميه واليونيسف للتخفيف من هذا المرض، لكن للاسف الشديد ان الحد احنا نحاول ان قدر المستطاع ان نبحث عن مسببات المرض وهو عملية الإصحاح البيئي الذي هو سبب هذه الأمراض. نحن بحاجة أن احنا من يقوم بعملية رفع المخلفات وكذلك المجاري التي تأتي توقف في الشوارع فهذه أكثر مننا هي يعني هناك يعني شقان في هذا الأمر، توفير هذه المساعدات الطبية من جهة، وأيضا أن يكون هناك من الجانب الآخر المنطقة المحيطة باليمنيين حتى تكون آمنة ونظيفة بشكل تام. نشكر السيد جمال بلفقيه مستشار بوزارة الإدارة المحلية ومنسق عام اللجنة العليا للإغاثة باليمن. توعدت موسكو برد قاس على العقوبات الأمريكية الجديدة ضد عدد من رجال الأعمال والشركات والمسؤولين الروس،
وأكدت الخارجية الروسية أن العقوبات الجديدة تضع الولايات المتحدة الأمريكية في فئة أعداء اقتصاد السوق والمنافسة الشريفة والحرة، مشددة على أن الضغوط لن تغير من مسار روسيا، معتبرة أنها تشكل ضربة جديدة للعلاقات الروسية الأمريكية. لقي 14 شخصا مصرعهم وأصيب آخرون في حادث تحطم حافلة بكندا. وبحسب الشرطة الكندية فإن حافلة تقل فريق هوكي للناشئين اصطدمت بمقطورة في مقاطعة ساسكاتشوان غربي البلاد في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى. من جهته نعى رئيس الوزراء الكندي أهل الضحايا الذين فقدوا ذويهم جراء هذا الحادث. في البرازيل، حيث أجرى محامو الرئيس البرازيلي الأسبق لويس إنياسيو لولا دا سيلفا صباح اليوم مفاوضات مع السلطات حول شروط محاكمة وسجن دا سيلفا. كان القضاء البرازيلي قد أعطى مهلة للرئيس البرازيلي الأسبق للتوجه إلى مركز الشرطة الفيدرالية تمهيدا لمثوله للمحاكمة على خلفية قضايا فساد، إلا أن الرئيس الأسبق قد امتنع عن الذهاب إلى الشرطة في المهلة المحددة وقرر البقاء ما بين أنصاره بالقرب من مدينة ساو باولو. يواجه دا سيلفا حكما بالسجن لمدة 12 عاما بتهمة تلقيه ريشة خلال فترة حكمه، وهو ما ينفيه بشدة. أعلن الجيش المالي مقتل 14 موقوفا يشتبه بأنهم إرهابيون في محاولة فرار مفترضة وسط البلاد. وقال الجيش المالي في بيان إن عملية التوقيف تمت في بلدة دياورا الخميس الماضي، لافتا إلى أن الموقوفين تم تسليمهم إلى عسكريين ماليين في البلدة. يأتي هذا في وقت قال مسؤولان محليان في المنطقة إن نحو 20 مدنيا قتلوا أو أوقفوا في بلدة دياورا، وشكك في رواية هرب الموقوفين. مشاهدينا الكرام، نذهب الآن إلى فاصل قصير وبعده انتظرونا لكي نواصل معكم تقديم الأخبار. أهلا بكم من جديد وإلى سياق النشرة مرة ثانية. بدأ الحرس الوطني في ولاية تكساس الأمريكية في نشر قواته للمساعدة لتأمين الحدود الجنوبية للولاية، إذا لم يتمكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الحصول على موافقة الكونغرس أو المكسيك على تمويل كامل لتشييد الجدار الذي اقترحه على طول الحدود. ويأتي نشر القوات الذي أعلنه مسؤولون وأعلن عنه مسؤولين في تكساس بعد أن وجه ترامب وزير الدفاع جيمس ماتيس إلى طلب استخدام الحرس الوطني لمساعدة وزارة الأمن الداخلي في تأمين الحدود بأربع ولايات أمريكية في جنوب غرب البلاد بما في ذلك تكساس. يشار إلى أن نشر نحو 4000 من قوات الحرس الوطني للعملية سيستمر حتى 30 من سبتمبر المقبل. تحتفل الطوائف المسيحية الشرقية اليوم بما يعرف بسبت النور أو السبت المقدس، وهو اليوم الذي يأتي قبل أحد القيامة أو عيد الفصح. هذا يترأس بابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقوسية مساء اليوم صلوات قداس عيد القيامة بالكاتدرائية المرقوسية بالعباسية. كان البابا قد ترأس أمس صلوات الجمعة العظيمة أو جمعة الآلام بدير الأنباء بشوي بوادي النطرون. ونتابع الآن الاستعدادات لكنيسة القيامة بالقدس لاستقبال النور المقدس قبيل الاحتفال بعيد القيامة المجيد. وكما نرى الكنيسة مباشرة من القدس التي تشهد في هذه اللحظات ازدحاما شديدا بسبب كثرة الزوار القادمين من كل بقاع العالم لكي يشاهدوا النور المقدس من قبر السيد المسيح الذي يبدو في هذه المشاهد المباشرة من مكان عال، حيث يدخل في هذه اللحظات أو من التقاليد المتبعة يدخل بطريرك الروم الأرثوذكس قبر السيد المسيح
بكنيسة القيامة الذي يلتف حوله المشاهدون أو الزوار من جميع أنحاء العالم بعد أن يتم فحص هذا القبر جيدا للتأكد من عدم حمله لمواد لإشعال النار، وحاملا معه عددا من الشموع المغطاة لكي يشعلها من قبر السيد المسيح وسط كما في هذه اللحظات، ويدخل الكهنة والآباء وهم يتجهون وسط آلاف الزوار كما نرى، وسط ترديد زائري الكنيسة بكلمة يا رب يا رحيم بمعنى كيرياليسون باللغة القبطية أو باللغة اليونانية، قبل أن يخرج البطريرك بشموعه المشتعلة ثم يعطيها للمتواجدين حوله في الكنيسة. هذا وقد توجه شيخ الأزهر أحمد الطيب بالتهنئة إلى البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيدة. وأكد شيخ الأزهر اعتزازه بعلاقة الأخوة والتلاحم التي تجمع بين المصريين مسلمين ومسيحيين، معتبرا أن هذه العلاقة نموذج عالمي للتعايش والتسامح، كما أنها مثال حي على المواطنة المشتركة التي تساوي بين كل المواطنين وتوحد بينهم. وقد قال رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر القس أندريا زكي إن البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك كرازة المرقسية بحث مع بابا الفاتيكان البابا فرانسيس توحيد موعد عيد القيامة المجيد. وقد صرح زكي في لقاء خاص مع أونلايف بأن تلك المناقشات لم تنتهي بعد. في بعض المجهودات تمت من قداسة البابا توادروس وقداسة البابا فرانسيس على أمل أن يتم توحيد عيد القيامة، وكان هناك حوارات حول الأسبوع الثاني من شهر أبريل سنويا. على أي حال الحوارات لم تنتهي بعد، استطعنا أن نصل إلى اتفاق أن تحتفل كل الكنائس حول العالم، لأن ربما قد تكون هناك صعوبات في توحيد عيد الميلاد، فقد تكون الأسهل اللي تبتدي به هو عيد القيامة. أتمنى أن تنتهي هذه العملية الاتفاق، ولكن لا يوجد اتفاق إلى هذه اللحظة. هذا ورفعت وزارة الداخلية درجة الاستعداد القصوى لتأمين الاحتفالات بأعياد القيامة، حيث شهد محيط الكنائس في محافظات الجمهورية تشديدا للإجراءات الأمنية والشرطية، كما أنهت الداخلية استعداداتها لتأمين احتفالات شم النسيم. خطة أمنية وضعتها وزارة الداخلية ويشرف عليها مدير الأمن لتأمين احتفالات المسيحيين بأعياد القيامة والتي تنطلق بعد ساعات قليلة، حيث شهد محيط الكنائس تشديدا للإجراءات الأمنية وتكثيفا للخدمات التي تتولى عملية التأمين. هذه الخدمات قام مدير الأمن بتفقدها للاطلاع على مدى استيعابها للمهام الموكلة إليها ومدى قدرتها على تنفيذ الخطط الأمنية لمواجهة المستجدات والطوارئ.
مدير الأمن وجه القوات بالاستنفار التام واليقظة مع تشديد الإحكامات والسيطرة الأمنية بمحيط الكنائس عن طريق الالتزام بالحرم الآمن ووضع الحواجز الحديدية لإنشاء ممرات في نهايتها البوابات الإلكترونية لتفتيش المترددين على الكنائس من المهنئين وكذلك المصلين، وبما يتيح للقوات أيضا سرعة الرد على أي خروج على القانون. كما أجرى مدير الأمن تجارب عملية على هذه البوابات، وقد شدد مدير الأمن على القوات بإجراء عمليات تمشيط مستمر بمحيط الكنائس والشوارع المؤدية إليها عن طريق خبراء المفرقعات ورجال الحماية المدنية لتوفير أقصى درجات الأمان، وبما يتيح التعامل السريع مع أي خروج على القانون، حيث سيتم التعامل بحسم وحزم مع أي خروج على القانون. خطة التأمين تتضمن نشر الدوريات وقوات التدخل السريع وعناصر البحث الجنائي ورجال المرور للعمل على تحقيق الانسيابية المرورية في ظل وجود تحويلات مرورية بديلة لتلك المغلقة أمام الكنائس. وقد تم ربط كاميرات المراقبة المزودة بها الكنائس بغرف عمليات مديريات الأمن لضمان المراقبة المستمرة للحالة الأمنية على مدار الساعة. وقد وجه وزير الداخلية القيادات الأمنية بالمحافظات كافة بالوجود الميداني في الشارع إلى جانب القوات لضمان الاستيعاب السريع للمهام تدليل العقبات أمامها، وبما يحقق الهدف وهو إحكام السيطرة الأمنية وتوفير الأمان للمصلين والمترددين على الكنائس من المهنئين. حيث سبق هذه الإجراءات اجتماعات لمدير الأمن مع القيادات الأمنية بكل مديرية لمراجعة خطط التأمين وبما يلائم الأوضاع على الأرض ويتيح للقوات المرونة الكافية في التعامل مع أي محاولة تستهدف تعكير صفو احتفالات المصريين بعيد القيامة وأعياد الربيع. وتم رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بين صفوف ضباط وأفراد ومجندي وزارة الداخلية ليحتفل المصريون تحت مظلة من الأمن والأمان. يعقد الرئيس السابق الكتالوني كارليس بوغديمونت مؤتمرا صحفيا بعد يوم من إطلاق سراحه في سجن بألمانيا مع إبقائه تحت رقابة قضائية، ومعتبرا أن تسليمه إلى إسبانيا لا يمكن أن يتم إلا بسبب تهم تتعلق باختلاس أموال العامة وليس بتهمة العصيان كما تطلب مدريد. وقالت محكمة هولشتاين حيث أوضع بيتشيومون السجن إن القانون الألماني لا يأخذ في الاعتبار تهمة العصيان الموجهة إليه من القضاء الإسباني في مذكرة التوقيف الأوروبية. وكما نرى برلين مباشرة وبوغديمون وهو يعقد مؤتمره الصحفي، وذلك كما نعلم أنه هو الرئيس السابق الانفصالي لقيم ليمي كاتالونيا الإسباني، وقد دعا أمس إلى بدء حوار للتوصل لتسوية سياسية لمحاولة إنهاء الخلاف فيما بين الجانبين بعد إطلاق سراحه في سجنه في ألمانيا. والجولة الإخبارية المفصلة ما زالت مستمرة معكم، انتظرونا بعد قليل. أهلا بكم من جديد بعد هذا الفاصل، ونتجه معكم إلى ما يخص ملف سوري. نتابع معكم هذه المشاهد المباشرة من مشارف مدينة دوما، حيث يقوم سلاح الجو والمدفعية بالجيش السوري يقوم باستهداف أوكار تنظيم جيش الإسلام الإرهابي، وذلك ردا على الاعتداءات الأخيرة للتنظيم على دمشق. كما نرى مشارف دوما مباشرة الجيش السوري وهو يواصل تقدمه في دوما، مفاوضات روسية مستمرة مع جيش الإسلام لمحاولة الانسحاب من هذا المعقل لهؤلاء المسلحين من مدينة دوما، وذلك بعد تحرير منطقة الغوطة الشرقية. وهناك قذائف قد سقطت على مدينة دوما كما نرى آثار لهذه القذائف على بعض الأحياء هناك، ومسلحي جيش الإسلام المتحصنين في دوما أطلقوا هذه القذائف على المناطق السكنية. أصبحت لعبة الحوت الأزرق حديث مواقع التواصل الاجتماعي والأكثر بحثا على الإنترنت، خاصة بعد تسببها في وقوع العديد من حالات الانتحار، أبرزها انتحار نجل عضو مجلس الشعب السابق البرلماني حمد الفخراني. نستعرض خلال هذا التقرير تفاصيل أكثر عن تلك اللعبة الخطيرة. سلط حادث انتحار مراهق مصري الضوء على خطر لعبة الحوت الأزرق المنتشرة في العالم الافتراضي، والتي تسببت في انتحار المئات من المراهقين حول العالم. وعلى الرغم من التحذيرات الشديدة، فما زالت لعبة الحوت الأزرق وغيرها من الألعاب الإلكترونية توقع مزيدا من الضحايا. بدأت لعبة الحوت الأزرق في روسيا عام 2013 عبر الإنترنت،
حين أسس فيليب ووتكين وهو طالب علم نفس مجموعة الموتى، ما تسبب بانتحار نحو 16 مراهقا في بلده، وجاء اسمها لارتباطه بظاهرة الانتحار على الشواطئ. وبعد انكشاف أمره تم اعتقاله، وبرر جرمه بأنه يهدف إلى التخلص من النفايات البشرية. واللعبة الآن عبارة عن تطبيق يتم تحميله على أجهزة الهواتف الذكية، ويتألف من 50 تحديا، أولها نقش رمز F57 أو رسم الحوت الأزرق على الذراع بآلة حادة، وإرسال صورة اليد إلى المسؤول قبل أن تتولى المهمات في أوقات معينة، منها الاستيقاظ في أوقات متأخرة من الليل لمشاهدة فيلم رعب، أو البقاء طوال اليوم دون الحديث مع أحد. وبعد مراحل معينة يظهر شخص من فريق اللعبة للدردشة مع المتحدي ودفعه نفسيا للقيام بالمزيد من المهمات الخطرة، إلى أن يصل إلى مرحلة الانتحار طوعية عبر القفز من مبنى أو الطعن بسكين أو الشنق. تساؤلات وشكوك كثيرة تعتر المرء مع تنامي أثر الشبكة العنكبوتية وقدرتها على اقتياد الإنسان طوعية إلى حافة الموت. وإلى أي مدى ينصاع الشباب والمراهقون لمثل هذه الألعاب الإلكترونية؟ وما هي الدوافع النفسية والاجتماعية التي أودت بهم لذلك المصير؟ أسئلة كثيرة تتطلب حوارا مجتمعيا إذا ما أردنا أن ننقذ الأجيال القادمة من مخاطر التكنولوجيا القاتلة. استعرض وزير الإسكان مصطفى مدبولي التصميمات المعمارية والبرنامج الزمني لتنفيذ منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة مع مسؤولي واحد من المكاتب الاستشارية الكبرى على مستوى العالم المتخصصة في تصميم المباني وناطحات السحاب بمقر المكتب بمدينة شيكاغو الأمريكية. أوضح مدبولي أن هناك نحو 22 مكتبا استشاريا عالميا ومحليا هي الأفضل في تخصصاتها تعمل في تصميمات المنطقة المركزية للأعمال العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم عقد ورشة عمل مطولة مع المكتب الرئيس الذي عرض مسؤولوه آخر تعديلات المخطط العام للمنطقة حيث تم الاتفاق عليها. تعتزم وزارة التخطيط إنشاء خط سكك حديد جديد بيربط ميناء نويبع البحري بشرق التفريع عمارا بسيناء، بحيث يربط خط السكة الحديدية ميناء نويبع وشرق بورسعيد، وذلك على أن يخصص الخط لنقل البضائع بين الميناءين وخدمة التصدير لدول الخليج عبر الخط الملاحي نويبع العقبة. يشار إلى أن خط السكك الحديد الجديد الذي تعتزم الوزارة تنفيذه سيخدم على المناطق المجاورة التي سيخترقها وسيحقق تنمية كبيرة في مدينة نويبع والمدن المجاورة. استعدادا لاستقبال اياد الربيع، تم رفع كفاءة حديقة الأرمان من أعمدة أنارة وتهذيب الأشجار وعمليات النظافة لتزيين الحديقة في أبهى صورها لاستقبال الزائرين. المزيد في هذا التقرير. هذا هو الجانب الأهم والأميز لحديقة الأرمان، فنباتات الزينة وزهور القطف هي الملاذ الأول والأخير للمواطنين. 28 فدانا هي مساحة الحديقة، ما يزيد على نصفها يخصص لمعارض الزهور التي تحوي أكثر من 1600 نوع من النباتات النادرة. الإقبال على طول على الزهور هنا، والإقبال على الزهور أكتر من المساحات الخضراء، لأن زي ما حضرتك شايف الألوان كلها جميلة وألوان مختلفة وحاجات ظاهرة قوي بتشد انتباه الناس. باجي هنا بلعب عشان بعرف ألعب عشان المكان واسع والزهور هنا حلوة، ولما بنروح بنشتري حاجات مثلا زي الزهور والأسماك والحيوانات هنا كتير حلوة. حديقة الأوربان دي من أعرق الحدائق في مصر، ده من أيام الخديوي إسماعيل كانت بالك، وكلها في أشجار نادرة وجميلة وما تتعوضش. بس احنا مبسوطين قوي من الأيام دي الحكومة جددت الحديقة وعملت معرض زهور نادرة. استعدادات على قدم وساق تجريها الحديقة قبيل أعياد الربيع، من رفع كفاءة الطرق وعمليات النظافة وتهذيب الأشجار لاستقبال أعداد تتراوح ما بين 15 إلى 20 ألف زائر. شم النسيم بيبقى يوم خاص بنهتم فيه بإعطاء السادة الزوار أكياس للمخلفات، الطرق بيتم تنظيفها، في كافيتيريا في حديقة الأرمان تم رفع كفاءة دورات المياه
وسبل المياه بالنسبه للساده الزوار. حديقه ممتازه، يعني هي يعني بتسمح ان في العائلات تجمع فيها في المناسبات والاعياد، هي مؤمنه، الاطفال يقدروا يلعبوا فيها بشكل، وانا مطمن، مساحات كبيره من الخضره، مكان مناسب للعائلات ان هم يقضوا فيه اوقات العطلات والاجازات. هذه الحديقة تحظى باهتمام خاص من المواطنين طوال العام، ومنذ انشائها عام 1975، فلم تكن المناسبات والاعياد وحدها الدافع وراء نزول المواطن لحديقة الأرمان. احمد فرج، اون لايف. نتحول معكم الان الى جولة في اخبار الرياضة بعد قليل. يسعى فريق الإسماعيلي إلى الابتعاد بوصافة الدوري الممتاز عن مطارديه الزمالك والمصري، وذلك حينما يحل ضيفا على طلائع الجيش في 5:30 من مساء اليوم لحساب الجولة 31 من المسابقة التي حسم الأهلي لقبها. ويأمل الدراويش في استغلال الدفعة المعنوية الرائعة عقب الفوز على الزمالك في الجولة الماضية بثلاثية في الإسماعيلية ليتسع الفارق بينهما لخمس نقاط. لحساب نفس هذه الجولة من مسابقة الدوري الممتاز يتمسك طنطا بأمال البقاء في دوري الأضواء، حينما يستضيف نظيره الإنتاج الحربي صاحب المركز السابع بالمباراة التي تقام في 3 عصرا يدخلها أبناء أسيد البدوي بالمركز 16 برصيد 26 نقطة. يسعى طنطا لقبول الهدية التي منحها له الأسيوطي بفوزه المفاجأة على وادي دجلة، وهي الهزيمة التي جاءت في صالح فريق عماد النحاس بعدما توقف رصيد دجلة عند 30 نقطة، وبإمكان طنطا تقليص الفارق بينهما إلى نقطة واحدة في حال فوزه اليوم. خيب التعادل الإيجابي بنتيجة 3 أهداف لكل فريق على مباراة بالداخلية في مواجهة مثيرة في المرحلة 31 بالدوري. تقدم الداخلية بهدفين عبر محمود منصور من ركلة جزاء وأحمد علاء الدين قبل أن ينتفض إنبي ويسجل ثلاثي عن طريق محمد مجدي بواقع 2 ومحمود قاعود قبل أن يتعادل عبد العزيز للداخلية قبل 10 دقائق من النهاية. وبهذا التعادل وصل إنبي للنقطة 43 بالمركز السادس، بينما رفع الداخلية رصيده إلى 33 نقطة وظل بالمركز 14. أعلن إيهاب جلال المدير الفني للزمالك عن قائمة الفريق لخوض مباراة مصر للمقاصة المؤجلة بالدوري الممتاز المقرر إقامته مساء غد بالسويس. يغيب عن الفريق كل من حازم إمام، كاسونجو، ومعروف يوسف، وأنانا بوكو للإصابة، ومحمد إبراهيم، وإيمن حفني، ومحمد أشرف رؤى لأسباب فنية. ضمت القائمة التي أعلنها جلال لهذه المباراة 20 لاعبا يلعب الزمالك آخر مباريات المؤجلة، ولديه أمل بالاقتراب من الإسماعيلي صاحب المركز الثاني للإبقاء على فرصته بالتأهل لدوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل. كشف عدلي القيعي مدير التعاقدات في النادي الأهلي عن كواليس جديدة في أزمة توقيع عبد الله السعيد مع الزمالك قبل تجديد عقده مع الفريق. وقال القيعي إن السعيد اشترط على الزمالك الحصول على عقوده إلى جانب الحصول على إقرار من النادي بعدم التقدم بشكوى ضده من أجل رد مقدم تعاقده مع النادي الأبيض. ويرى القيعي أن خلاف الأهلي مع صانع الألعاب الدولي ليس لأنه وقع للزمالك ولكنه بسبب أنه لم يصارح ناديه بتوقيعه للمنافسة التقليدية، مؤكدا أن ما حدث من السعيد بمثابة الخيانة
على حد وصفه. يشار إلى أن رئيس أهلي جدة أعلن قبل يومين عن ضم السعيد إلى صفوف النادي السعودي بداية من الموسم المقبل. أحرز نجم الدولي المصري شيكابالا المحترف بصفوف الرائد 9 أهدافه مع الفريق السعودي بعدما سجل هدفا في شباك الفيحاء ضمن لقاءات الأسبوع 25 من دوري المحترفين السعودي الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 3-3. استطاع شيكابالا أن يسجل أول أهداف فريقه بالدقيقة 45 من زمن أحداث الشوط الأول ليعادل النتيجة بعدما كان الفيحاء متفوقا بهدف أحرزه اللاعب دانيلو مورينو. بذلك ظل الرائد في المركز قبل الأخير برصيد 21 نقطة فيما استقر فريق الفيحاء بالمركز السادس برصيد 33 نقطة. وفضلا عن ديربي مانشستر ستشهد المرحلة 33 من البريمير ليج مواجهة حماسية بين الجارين إيفرتون وليفربول في أقدم ديربيات الدوري الإنجليزي، وسيلجأ مدرب ليفربول الألماني إلى إراحة لاعبين أساسيين وعلى رأسهم النجم والهداف الأول الدولي المصري محمد صلاح الذي خرج من المباراة الأوروبية ضد سيتي بالذهاب ربع نهائي الأبطال مصاب، وذلك لتجهيزه للقاء الإياب بملعب الاتحاد ليلة الثلاثاء المقبل. ويحتل ليفربول حاليا المركز الثالث بفارق نقطتين خلف يونايتد، وهو الساعي للقفز على الوصافة حال تحقيقه الفوز وسقوط الشياطين الحمر المتوقع أمام الجار مان سيتي. ومن الرياضة ننهي معكم هذه الجولة الإخبارية المفصلة، ولكن لن يتبقى إلا تذكرة بأهم العناوين. ارتفاع الشهداء جمعة الكاوتشوك بغزة إلى 10، وواشنطن تعارض بيان في الأمم المتحدة يدين الاحتلال. الجيش السوري واصل تقدمه في دوما ومفاوضات روسية مع جيش الإسلامي للانسحاب من المدينة. أربعة عشر قتيلا بينهم فريق هوكي للناشئين في حادث تحطم حافلة بكندا. إذن مشاهدينا الكرام، نحن مستمرون معكم على رأس كل ساعة في خدمة إخبارية جديدة، وبعد قليل للتغطية إخبارية لآخر المستجدات انتظروها مع زميل محمد عبدو. شكرا لبنى وشكرا لكم، وإلى ملتقى. Thank you.